بسم الله الرحمن الرحيم. طاهر حسين سوري، قدمت للمغرب من سنتين بالضبط، وبدأت في العمل فكرة يعني فتح منشأة بالحلويات السورية بعد ما كنت أنا خدام بقطاع الخدمات البيئية والصرف الصحي. أنا مهندس ميكانيك بالأساس، لكن الظروف حدتنا للوجود هنا في المغرب، اضطرينا نبتدي نخدم مشروع تجاري حر. فكان الفكرة أنه نختار مدينة من المدن اللي ما كانش فيها يعني مكان للحلوى السورية، فكان مشروع مدينة أسفي، والحمد لله بدأنا في شهر فبراير بالضبط، من سنة بالضبط، والحمد لله رب العالمين لقينا كل القبول والترحيب من أهل أسفي، والتعاون بالذات من جميع إخوان المغاربة بما فيها يعني الشعب والسلطات كانوا متعاونين معنا لأبعد الحدود بصراحة، وما شعرنا بنفسنا أنه إحنا في غربة إطلاقا. يعني إحنا شعرنا نفسنا بين أهلنا وحبايبنا، والمغرب بلد مضياف يعني بيستقبل كل الناس فيما بارك بالأخوة العرب، وهذا شيء غير مستبعد عن الشعب المغربي. ونتمنى إن شاء الله تعالى الأمن والأمان إن شاء الله للمغرب من الصحراء إلى البحر إن شاء الله، والله يحفظ الملك إن شاء الله ويحفظ العائلة الحاكمة بإذن الله تعالى. والله هو بالأساس إحنا في سوريا كل واحد في سوريا لازم يكون متعلم حرفة، سواء كان طبيب سواء مهندس سواء أي شيء. فكان أنا لي قصد بسيط في موضوع الحلويات، لكن طبعا قطاع طويل عنها. لكن لما بدأنا العمل هنا لما استرجعنا الموضوع بسيط، وطبعا معي كادر بيساعدنا بالحلويات، معنا أكثر من 22 عامل وعاملة بيساعدونا بإنتاج الحلويات. فيعني الموضوع مش بعيد، مدام في إرادة فكل شيء بتحقق إن شاء الله بإذن الله. طبعا طبعا أنا عملت دراسة لموضوع كذا نشاط تجاري، من ضمنهم كان الحلوى وتصنيع وتوزيع ومواد غذائية وملابس نسائية. لكن الآن بدأنا بأول مشروع إن شاء الله تعالى هو الإنتاج وتوزيع الحلوى السورية. صدقا ممكن أكون مبالغ، أنا أول يوم خدمت فيه كنت متوقع أنا ما أبيع ولا قطعة، لكن تبارك الله يعني شعب أسفي شعب مذواق حقيقة، يعني وبيحب دائما الشيء الجديد، وبيهمه كمان الكواليتي العالية، وبصراحة هو وجدها عندنا، فإقبال شديد جدا الحمد لله رب العالمين من أول يوم خدمت فيه. وبالفعل وساعدوني حتى في ناس يعني من أخوان المغاربة يعني بيجوا بيشتري مش بحبا بالحلوى عشان يقدم الدعم والمساعدة، وهذا شيء غير مستبعد بصراحة، وهذا الشيء يعني سرنا بصراحة جدا بصراحة. يعني أنا وجدت كل التعاون يعني حتى هنا من الأخوان حتى في الجهات الرسمية كمان قدمونا كل التسهيلات بصراحة. يعني احنا بنقدم أكثر من 23 صنف من الحلويات السورية، مشهور الحلويات السورية بالكنافة والبقلاوة. فالكنافة بأصنافها، من كنافة بالقشطة، كنافة بالجبنة الفرماج البلدي، كنافة نابلسية، كنافة اسطنبولية، كنافة طرابلسية لبنانية، كنافة بالبستاج، كنافة بالشوكولا، كنافة باللوز، كنافة بالمكسرات، بيجينا أصابع كنافة بالتمر، أصابع كنافة باللوز، أصابع كنافة بالقرقاع، وفي مزج بيناتهم برضو. وبيعنا عش البلبل بأصنافه، عندنا عش البلبل الكبير والصغير والمتوسط، من البستاج للمكسرات للشوكولا، نزلناها جديد آخر شيء حتى الإسطنبولية، العثمانية، الشعيبيات، هاي بالنسبة للكنافات. وأرضا يعني برضو كمان بنسوق برضو يعني عجينة الكنافة اللي بيخدموا فيها في الستات البيوت هنا، وبرضو قدمنا لهم حاجة جديدة كمان أعشاش خاوية بيديروا فيها بيض السمان، يعني حاولنا إيش ننسجم يعني ننخرط بالمجتمع المغربي لأبعد حدود. بالإضافة أيضا للبقلاوات، عندنا جميع أنواع البقلاوات طبعا، بقلاوات باللوز بالأكاجو، بقلاوات بالقشطة طبعا، بالإضافة إلى أصابع الست، أصابع ساور الست، أصابع زام، عندنا جميع الأصناف حقيقة، يعني قد ممكن ما أحصيها كلها يعني، لكن بنحاول دائما إحنا نضيف يعني شيء جديد لساكنة أسفي. يعني هو إحنا قبل ما نخدم يعني بصراحة خاصك أي مشروع بدك تبدأ فيه تعمل له دراسة جدوى اقتصادي إنه ممكن المشروع ينجح هنا أو ما ينجح. فكان يعني اخترنا أقل الأسعار بصراحة، يعني رغم إنه الآن في مثلا في زيادات بالأسعار المواد الغذائية وكذا، لكن إحنا بقينا محافظين والله على الثمن نفسه، ما رفعنا شيء أبدا خالص، ووجدنا إقبال بصراحة. ورغم ذلك يعني في إقبال ويتناسب طبعا مع الساكن طبعا، قياسة طبعا لمدن ثانية كبيرة لا الأسعار هناك عندهم عالية عندنا ضعفين ممكن، لكن هنا إحنا
دائما نتماشى مع حسب الدخل. والله ان شاء الله احنا ما نستطيعش نحكم انا على منتجنا، احنا نترك الكليان الزبناء هم اللي يحكم، هم يتذوق وبيحكم. فالشخص لما بيجي عندك مره واثنين وثلاثه معناتها جوده عاليه اكيد. احنا ما بنقولش عن منتجاتنا كويسه ابدا، بالعكس احنا نترك الزبون هو اللي يقرر. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ونلبي ان شاء الله يعني كل اصناف الحلوى اللي تتناسب مع الاخوان هنا في اسف. والله قد اعجز الانسان يعني بصراحه عن رد الجميل اللي قدموه الاخوان المغاربه لنا كسوريين عامه والي كشخص انا بصراحه، وهذا الشيء غير مستبعد يعني. طبعا شيء دائما نذكره نفتخر فيه، والتاريخ لا ينسى احد اللي قدمه جلاله الملك للشعب السوري بمخيمات اللاجئين، شيء يعني لا يوصف. اول مستشفى كان مستشفى ميداني عسكري اقيم بالاردن، كان بجهود ملكيه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.